أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآرامي والعبرية التي هي لغة اليهود ولغة التوراة لو لم يبقى تبقى هذه الحفلة القليلة لليهود لذهبت. من يعرف الآن العبرية؟ ما أحد يدري عنها. ليه؟ لأن كتابها ذهب، فقد حفظت بالكتاب. ولذلك لولا القرآن الكريم الذي حفظ الله به هذه اللغة لذهبت هي الأخرى. نحن الآن نتكلم بلغة غير لغة القرآن، نتكلم بالعامية، ولغة القرآن تختلف. لو لم يكن القرآن يتلى علينا ولم لغاب كل شيء ولم يبقى شيء من كلام الله. لو نحن ما تدرجنا مع القرآن ونقرأه ونسمع العربية الفصيحة في المساجد عن طريق القرآن الكريم. إذن من رحمة الله أنه حفظ العربية بكتاب الله، وهذه نعمة كبيرة. فإذا أراد الله بشيء البقاء يحفظه بشيء باق وهو كلامه. فقد بقيت اللغة ما بقي التنزيل، وقد كان هناك اختلاف في بعض اللهجات وأصحاب الكهف، لكن هناك تم تفاهم، لأنهم كانوا هؤلاء كانوا أصلا لا ننسى أنهم كانوا من علية القوم، من المثقفين، من يعلمون اللغات، وكان أحد المستشار وأحد، ما كانوا من عامة الناس. لم يتبعهم إلا رجل راعي معه كلب فتبعهم، وهذا الراعي هو الذي كان معهم، وهذا كان الذي أكمل الله به السبعة ويقولون سبعة. والكلب حينما رافق هؤلاء تكرر ذكره في القرآن. يا جماعة الواحد لما يقول كلب يقول عزكم الله مثلا، لكن في القرآن الله ما كلب أصحاب الكهف ما يقول عزكم الله، لأن رافق من؟ صالحين، فأصبح صالح. ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادس وقل سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدة ما يعلمون إلا قليل. فتكرار الكلب الذي نعلمه نحن كذا، فانظر ماذا كان عليه. ولذلك أكثر المخلوقات يحفظ الجميل من الكائنات هو الكلب. الكلب يحفظ الجميل ولا ينسى صنيع صاحبه أبدا. ولذلك كما روى الإمام مالك عن أبي سناد عن الأعرج أن الإمام أحمد ذهب ليأخذ الحديث يوما عند رجل من أذربيجان، فإذا بهذا المحدث لما دخله أحمد أعرض عنه إلى كلب يطعمه، وكان الرجل لا يزال داخلا من الخارج من برا، فجمعه طعام، فجاء الكلب مسرعا فأجلسه وجلس يطعم الكلب، والإمام أحمد توه واقف من شهر من السير جايب يطلب الحديث، فلم يلتفت إليه واستمر يطعم هذا الكلب، والكلب فارح ويطعمه. فلما علم أن الإمام أحمد سيبلغ في صدره منه شيء، فقال الرجل روى الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل رجاء خلق الله وصل الله رجاءه، ومن قطع رجاء خلق الله قطع الله رجاءه. فأحببت أن لا أقطع رجاء هذا الكلب. فقال الإمام أحمد: يكفيني هذا الحديث، وذهب. لأن بس هذا الحديث لأن يكفي، ما يحتاج أجيك، لأن فيه معناه أكثر من مبناه. أن يعني هذا الكلب يعني اعتاد أن تعطيه طعام في هذا الوقت، وهو من مخلوقة الله، فما ذلك إذا كنت تواصل مخلوق من بني آدم الذي كرمه الله؟ فكيف يوصل الله رجاءك؟ إذا وصلت رجاء خلق رجاء المخلوق من بني آدم المكرم يرجو منك شيء أو تعود منك بشيء، لو قطعته قطع الله رجاءك. وحينما تصله كن على يقين تام وليس شك أن الله تعالى لن يترك رجاءك أبدا. كلما نجأت إليه مهما كان هذا الرجاء إلا وينجز وعدك، لأنك وصلت رجاء خلقه وأنك تكرم الله في عياله.
فإذا أكرمت الله في عباده واصل الله رجاءك وإن كان مهما كان. إذن فوأنتم في هذا المقام المبارك قد اجتمعتم، لماذا؟ تريدون رجاء من؟ رجاء خلق، رجاء الله. تريدون رجاء من؟ ترجون من من؟ من رب العالمين. إذن فما دمتم أنتم تواصلون رجاءه لوجهه فإنه تعالى يوصل رجاءكم، وهو يرجو منكم سبحانه وتعالى ماذا؟ أن تسمعوا وتعلموا وتعملوا، فسيوصل سبحانه وتعالى رجاءكم. والحمد لله. الحيوانات يقول الله تعالى يقول الكيان إن كنت ترابا، لأن الله تعالى يبعث الحيوانات كلها، وذلك قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، تجمع الكائنات لحكم كثيرة. من الحكم أن الكائنات التي ابتلعت الإنسان يخرج من جوفها ويقف، لأن إذا الأسد قد ابتلع وأكل مئات فيأتي الله بالأسود ويخرج من جوفها ما أكلت من البشر، كما أن الله يخرج من جوف الأرض ما ابتلعت وما دفن فيها، ويخرج من الأسماك ما ابتلعت، يأتي الله حتى بالحيتان الضخمة ويخرج من فمها لأنها كانت قبورا للناس، فيخرج من فمها ما ابتلعت، ومن المفترسات يخرج من فمها ما ابتلعت، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إلا كل فاعل. فحينما ينتهي من هذا ويبدأ الحساب، فيأمر الله تعالى الشاة الجلحاء أن تقتص من الشاة القرناء. إذا حيوان قد ظلم حيوان فيعيد الله له قن فيرد عليه، فما من كائن من حيث إلا ويرد مظلمته، فعندها ينظر الكفار إلى اقتصاص الحيوان أنها تقتص من بعضها، يقول إذا كانت هذه الكائنات تأخذ ظلمها من بعضها فما بالنا نحن بل البشر، فيقول الله الكائنات تكون تراب فتكون تراب، فيقول الكافر عند ذلك يا ليتني كنت ترابا، يريد أن يتحول إلى تراب ولو عذب. إذن ستبعث الحيوانات لهذا الغرض ثم تعود مثل ما كانت، لأنها ليست مكلفة ليست مسؤولة، إنما هي خلقت لتخدم البشرية فتعود مثل ما كانت، هذا الأصل. إذن ستعود، ستبعث كلها لحكمة يعلمها الله، ثم تعود إلى ما كانت عليه من التراب، ويبقى البشر لأنه مكلف، أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار يدخلون النار، ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ربع دينار من إيمان، ولا يبقى في النار إلا من حكم عليه القرآن بقوله تعالى خالدين فيها أبدا. كل من في النار سيخرج إلا من حكم عليه القرآن بقول قال البخاري ومعنى القرآن خالدين فيها أبدا. فإذا جاء المؤبد في ذكره فإنهم يمكثون في جهنم أبدا الآبدين ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. في هنا وجايك ذلك كان قبلك في شوف سؤال كيف ممتاز بالسؤال، يقول لك لو رأيتهم لوليت منهم فرارا ولمنئت منهم رعبا، ممتاز. يقولنا أستاذنا لماذا هم رأوا بعضهم ولم يفروا من بعض؟ احنا لا ننسى أن هؤلاء ألبسهم الله لباس الثقة، لقد فلا أما الفرار فقد ذاقوا ذوقة الفرار من الأول لما فروا من المدينة هاربين، فهذا الفرار فلا يعاد. ثم أنهم حينما قالوا وبعثهم الله فرب العالمين شو قال؟ ربطنا على قلوبهم إذ قاموا، ربطنا. إذن الربط هذا
يدل على أنهم ولو أي شيء مفزع ما يخافوا أبدا، كما قالت أم موسى إن كادت لا تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فرب العالمين ربط على قلوبهم حتى لا يفاجئون، يعني أكثر مفاجأة ما ليست هو الشكل، أكثر مفاجأة من القيام بعد مئات السنين. ترى يا جماعة أنت اليوم لو نمت وصحيت في البيت ما حصلت أحد، بس بيتك مو برا ما في أحد، كيف تفاجأ؟ لو خرجت الشارع وما شفت أحد، لو ركبت السيارة ومشيت الليل وما شفت، حتموت. تقول جد فين فين أهلها؟ حتموت في مكانك، حيجيك الهون وتخاف لأن ما في ربط على قلبك. تقول أنا كم نمت؟ إيش هذا اللي حصل؟ فلذلك رب العالمين فعلا كلامك صحيح، ربط على قلوبهم حتى لا يفاجئوا بعضهم بعضا ولا يفجع بعضهم من بعض. هذا شيء. ثم أن الله تعالى يلبس على المؤمن حلية الإيمان لا يخوف الغير. فلما ذهبوا إلى المدينة، يعني ألبس الله عليهم، هو ما ذهب المدينة إنما ذهب واحدهم إلى المدينة، لكن الناس لم يلتفتوا إليه لأن الله تعالى أراد أن يمشي في سرية وأمان. والمؤمن من حيث هو يؤمن من يراه ولا يخوف. وإنما قال سبحانه لو اطلعت عليهم يا محمد في حالة حركتهم لا في حالة قيامهم، لو اطلعت عليهم وهم في هذه الحالة، قال لما؟ لأن كانت هالة من الملائكة، والملائكة ألبست الخوف والهوان والهوان في ذاك المقام حتى لا يقترب أحد. فلما قاموا وقفوا راح الهول والخوف وارتفع وأصبحوا ناس عاديين، ما بقي إلا هناك الشكل. فهم اللي قالوا فيه ربكم عالم بما لبستم، وعلموا أنهم لبثوا أكثر. هذا الأصل ممتاز. نعم. وعلمناه. نعم ممتاز. اثنين آيتين، وهذا سؤال في البيان يعرف علماء البلاغة، من لدنك ومنك كيف نعرف هاته؟ تقول من لدن حكيم عليم، بصورة الهوم من لدن. ممتاز. وشبيه هذا لا نفهم هذا إلا بمظاهرها في جهة أخرى. أكرم متواه وأكرم أكرمه. إذا قلت أكرمت فلانا يعني أكرمته ولبس وشرب وانطلق، أكرمت متواه أعطيته بيتا خاص وخادم خاص وسيارة خاص، أكرم متواه. ممتاز. فالآن ستبدأ تقترب مما أريد قوله. ممتاز. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. من لدنك. ممتاز. رحمة. في خضر مع موسى ماذا قال؟ وجد عبدا من عبادنا آتنا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فأصحاب الكهف يريدون الرحمة من لدنها، وأصحابه وموسى فوجد العلم من لدنه، أما الرحمة موجودة، الرحمة كانت بينه وبين موسى يترحم، لكن العلم الذي تعلم موسى لم يكن علما ظاهرا وإنما كان علما من لدن، يعني دون ما يعرف موسى، لا يعرفه موسى، ليس العلم الذي متعارف عند بني إسرائيل وإنما علم يخفى عن عقل موسى، فهو من لدن موسى من ورائه. ممتاز. هدف موسى. لما جاء أصحاب الكهف قال آتنا رحمة، قال ربنا آتنا رحمة من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالرحمة التي كانت في من أصحاب الكهف من لدنهم وليست رحمة مباشرة، هو خائف لكن مرحوم من الغيب دون ما يدري، يعني أن الله تعالى حافظه بالرحمة دون أن يدري أن في رحمة معه. لو أن أصحاب الكهف علموا أن الله سيخفيهم لما هربوا، لو علموا أن الله سينصر ما هربوا، فكانت الرحمة مخفية عن أصحاب الكهف، هم مرحومون بدون ما يدروا أنهم أهل الرحمة، هم أولياء لا يعرفون أنهم من أولياء الله،
هم محاطون بالملائكة ولا يعلمون أن الملائكة معهم، لأن الملائكة مع أصحاب الكهف لم تكن مباشرة، فكانت من لدنهم، لا يعلمون عنها شيء. فلذلك رحمة بين الملائكة، فهم سألوا السؤال فتحقق الجواب بدون أن يعلموا. قالوا للذكر يعني هيئ لنا رحمة دون أن نعرف. فكان علم الخضر لدني لا يعرفه موسى، ورحمة أصحاب الكهف كانت لدنية لا يعرفها أحد، كانت رحمة يحفظهم الله بدون أن يدري أحد، حتى الناس تصيبهم رهبة عند الكهف لا يعرف السبب، لأن كانت رحمة هيئت من لدن الله. هذا يسمى علم لدني غير ظاهر للعامة من الناس. ففهمت الآن مرة ثانية، إذ أوى الفتية إلى الكهف، هذا الدواء ظاهر الأمور، الفتية والكهف هذا شيء واضح. قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فأول سؤال سألوه أن تكون الرحمة مخفية، يعني احفظنا برحمة منك بدون أن ندري ما هي الرحمة، يعني ليسوا أنبياء، لو كانوا أنبياء لكانت الرحمة ظاهرة، جبريل حيجي قدامهم أيدنا بروح القدس. لما كان هؤلاء غير أنبياء فكانت الملائكة لا ترى ولا يعلمون عنها شيء، فكانت رحمة من لدن الله، يعني أرسل معك حارس وأنت ما تعرف من هو، لو أرسلوك البلد وقالوا اثنين حراس احرسوا فلان بدون أن يعرف أنكم حراسه وأنكم مسافرين، إذا أنت معك يحرسونك وأنت لا تدري، يراقبونك من حيث لا تدري. إذا يقول لك المدير أرسلت لك حارسين من لدنا، مو منا، لو قال منا يكونوا معك، لو قلت من لدنا يحرسوك وأنت ما تدري عن شيء. واضح الفرق؟ إذا هو هذا في شيء في شغل تشغل واضح. لدن فعلا والملائكة تحرس العباد من لدن الله، من لدن حكيم خبير، ملائكة تحفظنا احنا ما ندري عنها. فهي منها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا منه تفرقا سالما موفقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا مع الشقين ولا محرومة. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، وجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، وارزقنا يا ربنا القناعة فإن من الذل مناعة، ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر اللهم لأخينا الذي كان سببا في مقامنا هذا، اللهم اجزي الحسنة إحسانا والسيئة عفوا وغفرانا، واغفر لكل إخواننا الذين تكبدوا المشاقة لهذا المقام المبارك، لقوله صلى الله عليه وسلم لمجلس علم ساعة خير عند الله من عبادة 60 سنة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.